الكتابة وأجي؟ لحقت تخلص بسرعة؟ لا والله يا باسمة ما لحقت شيء، أصلا ما كتبت ولا حرف. شو الحكي؟ صار لك ساعة ونص قاعد وما كتبت شيء؟ ما بعرف، يبدو أنه المزاج هربان مني اليوم ومجافيني على الآخر وما بعرف شو صاير لي. طب والزاوية شو بدك تعمل فيها؟ مو المفروض تسلمها بكرة للجريدة؟ رح حاول اشتغل فيها الصبح، وإذا لحقت معي على بكير بسلمها الساعة 12 الظهر. وعن شو الزاوية اللي ناوي تكتبها؟ شو بيعرفني؟ لحد هلأ ما في ولا فكرة براسي، أصلاً لو لقيت الفكرة كنت كتبت الزاوية دغري وما استنيت لهلأ. طيب شو رأيك تكتب عن أحداث 11 سبتمبر؟ حاجة بقى باسمة، لا تشتغلي فيني، بزعل منك ها؟ وليش لحتى تزعل مني بقى؟ يا باسمة زاويتي بالجريدة زاوية ساخرة، ولهالسبب بدي موضوع يتحمل سخرية، مو موضوع جدي مثل هاد. بعدين فكرك ضل حدا ما كتب عن أحداث 11 سبتمبر؟ طيب شو رأيك تكتب؟ خلاص خلاص باسمة، لا تقترحي علي شيء، لأني مثل ما قلت لك مزاجي اليوم هربان مني وذهني متبلد، بقى خلينا نأجل هالموضوع لبكرة والصباح رباح. خلاص خلاص مثل ما بدك. شوفي عنا عشاء تتعشي؟ اي احلى كيليه الحليب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس ليش بلونه الحليب؟ شو استاذ؟ ما بعرف، عاطي على صفار شويه. هو الحاب ايدك استاذ، لانه البقره اللي حلبنا منها الحليبات اكله رعبه ومصفرنه شوي. يا حبيبي عليك وعم تضحك كمان، صحيح انك فايق ورايق. روق استاذ شبنا، الله وكيلك الحليبات تازه وما فيهم شيء ابدا. فلا تتوسوس وخلي بالك مرتاح. إذا هيك ماشي الحال، الله يرزقنا ويرزقك. شو رأيك أستاذ أحكي لك نكتة تروق فيها دمك؟ لأنه عدم المؤاخذة حاسك هيك ضايق أخلاقك شوي. من الصبح حنكت؟ هات لشوف. اسمع أستاذ، كان في مسؤول كبير، كبير كتير، وهالمسؤول عنده مستودع، وبهالمستودع في فانوس قديم، قديم كتير، يعني عليه الغبرة هالسمك، لا يا ربي هالسمك. المهم طلع فيه هيك المسؤول للفانوس وقال لحاله والله هالفانوس حلو كتير وخرج نحطه صمدية بالمكتب. قام ما كذب خبر، جاب هالفانوس وقعد يمسح الغبرة عنه ويفركه يفركه يفركه، وفجأة أساس طلع من هالفانوس دخنة عبت الغرفة كلها، ومن بين هالدخنة طلع لك مارد ضخم ضخم كتير. المسؤول من رعبته رجع لورا وطلع هيك بالمارد وقال له منو أنت؟ وليش ليرتعب بقى؟ ليش وين المرافقة تبع المارد؟ قصدي تبع المسؤول؟ لا تدقق استاذ، المرافقة كانوا برا. المهم خليني أكمل لك النكتة. تفضل. طلع له المارد للمسؤول وقال له شبيك لبيك عبدك بين إيديك، اطلب واتمنى. صفن هيك المارد وقال له مين أنت؟ قال له أنا مارد وخادم المصباح، واللي بيمتلك المصباح بيمتلكني، فاطلب واتمنى وانا مستعد احقق لك كل طلباتك وكل امنياتك. ايه وشو طلب منه المسؤول؟ ما طلب شي بتاتا. اوف وليش بقى؟ لانه المسؤول اطلع فيه هيك وقال له للمارد خراس ولا حيوان، انا كل طلباتي وامنياتي محققه، انت اذا ناقصك شي اطلب واتمنى. يخرب بيتك يخرب بيتك على هالنفسه، لك منين جايبها انت؟ ولو استاذ هي من بنات افكاري. اصبح لازم تحجر على بنات افكارك قبل ما يخربوا لك بيتك. ها سيدي على قولة المثل اكثر من القرد الله ما مسخ، على شو بدي خاف يعني استاذ؟ احسب حسابكم بالحلبات بكره استاذ. اي مثل العادي بس لا تتاخر ان شاء الله. لا يلا السلام عليكم. الله معك مع السلامه. استر ما شفتوا منا استاذ. لا يهمك الله معك. وهي الحلبات شو كنت عم تحكي معه لبياع الحليب؟ يا ستي بياع الحليب انقذني بالوقت المناسب، تسلم لي عينه. تسلم لك عينه؟ ليش من شو انقذك حتى تسلم لك عينه؟ استلهمت منه فكرة الزاوية يلي بدي اكتبها للصحيفة بدون ما يحس ويشعر. من بياع الحليب؟ ايه وليش مستغربة بقى؟ وشو هالفكرة العظيمة بقى؟ بعدين بحكي لك اياها، فايد اكتبها قبل ما تطير من راسي،
اوعك تسري حليبات على النار، ما بحبهم شايطين، اوعك ها؟ طيب. حلو. برافو عليك استاذ جميل، حلوة كثير. عجبتك الزاوية مو هيك؟ كثير حلو. اللقطة الذكية، فعلا انك انسان موهوب. بتعرف يا استاذ جميل اني بديت انا غار منك. هذا شيء طبيعي، لازم تغار مني، لانه يلي بيطلع معي ما بيطلع معك. بس ما قلت لي، منين طلعت معك هالنفة؟ يعني منين لقطة؟ منين يعني؟ من بنات افكاري طبعا. يا عيني على بنات هالافكار اللي عندك. طيب انا ليش بنات افكاري ما عم يطلع معهم هيك شيء؟ يمكن لانه ما عندك بنات بالمرة، كلهم صبيان. حلو. حلوة هالنفة، فعلا حلوة. على شو عم تضحك؟ زاوية هون بالجريدة. اسمعي، قال كان في واحد مسؤول لقى مصباح، فركه وقام طلع له ماري، قال له شبيك لبيك عبدك بين ايديك، اطلب وتمنى. طلع في المسؤول هيك وقال له انت اطلب وتمنى، شوي اطلب وتمنى. فعلا حلوة. والله مين كاتبها؟ واحد كاتب اسمه جميل الناشف. بصراحة عم فكر استثمر هالفكرة واعمل منها قصة قصيرة لحتى كمل مجموعتي. طيب شلون بدك تستثمر الفكرة وهي مو إلك؟ ولا يهمك، أنا هي الشغلة شغلتي. بكل بساطة ممكن غير معالم القصة كلها، يعني بدال ما أعمله مسؤول بعمله تاجر ملاك كبير، وبدال ما أخلي المارد يطلع من الفانوس بطالعه من شي جرة من شي خابية من شي أطرميز. يعني ما بيعترض عليك كاتب المقال؟ وناقصه يعترض كمان، ليش دخيلك شو عامل هو؟ كلها زاوية صغيرة بجريدة، بس أنا اللي رح أتعب ورح فكر ورح عيد صياغة الفكرة من أول وجديد ومن بنات أفكاري الخاصة. أحسن شيء دق الحديد وهو حامي. لوي؟ بدي بلش بكتابة القصة لأنه لازم سلم المجموعة الأسبوع الجاي. يا سلام يا سلام يا عمار، تعرف هالخاطرة بيطلع منها برنامج بيطير العقل. وأنا من هلأ رح أسمي مصباح الأمنيات السحرية. برافو عليك. شلون؟ هيك ها؟ الله فتحها علينا أخيراً. خير، شوفي بجريدة؟ يا سيدي في فكرة ممتازة وبتصير أحلى فيديو كليب لأغنيتك الجديدة، ما حدا سبقنا عليها على الإطلاق. هات لشو؟ ليك لقطة حلوة، بيطلع منها فكرة دعاية مبتكرة بتاخد العقل. شو العمى، وصلت الوقاحة لهون؟ العمى على هالجرأة والوقاحة. خير جميل، شو بك؟ لك سرقوني يا باسمة، سرقوني بعز النهار. يوه، شلون يعني سرقوك وامتى وكيف؟ سرقوني بنات افكاري. ما فهمت عليك. تتذكري الزاوية اللي كتبت عن المصباح السحري من شي اسبوعين؟ هي اللي نقلك ياها بيع الحليب؟ ولك شو نقلني ياها انت تانية؟ او حالي فيها. المهم شبهها الاخ صاحب هالمجموعه القصصيه لطشها مني مثل ما هي وعامله قصه قصيره، لا وفوق منها حاطط اسمه عليها بكل وقاحه من دون ما يشير لمصدرها. قصدك لبيع الحليب؟ ولك إلي انا مصدرها، شو بيع الحليب انت الثانيه؟ بس وينك، انا ما رح اسكت ابدا، قسما بالله ما رح اسكت. فوتي لجوا وجيبي لي رقم المحامي. اوام. يا سلام على هالفكره، شو رايها؟ بيطلع منك 30 حلقة بيطيروا العقل. كوميدي، تشويق، إثارة، يعني بنقدر نقصد من خلالها كل شرائح المجتمع. أستاذ طمني، شغلت لي بالي، يعني شو رأيك؟ الفكرة حلوة كتير. يعني عجبتك؟ كتير عجبتني. شفت شلون أستاذ؟ أنا ما بجيب لك فكرة إلا إذا كانت جديدة ومبتكرة وفيها كل الجوانب المعنية. لا تواخذني استاذ بهالكلام، يعني انا مالي حابب امدح حالي، بس يعني الفرق بيني وبين غيري اني انا كاتب مجتهد بيعتمد على نفسه، مو مثل الكتاب التانيين يعني نازلين لطش من هون ومن هون. استاذ انا بعتمد على بنات افكاري انا. الله يعطيك العافية يا استاذ، بهنيك على الفكرة. بس يا ترى بتتحمل 30 حلقة؟ يا سيدي بتتحمل 30 و40 و60 حلقة اذا بتريد. شلون هيك بقى؟ طبعا استاذ، لانه الموضوع مفتوح غير محدد، يعني إذا وقع الفانوس مثلاً بإيد حدا من الناس، في عندك فكرة جديدة لحلقة جديدة، بعد على أصابيعك لقلك. يوم بيوقع الفانوس بإيد أستاذ مدرسة، يوم ببياع يا نصيب،
يوم بإيد مثلاً وحدة عانس، يوم بإيد مراهق، وهلم جرى. يعني الموضوع غير مغلق، مفتوح لعدد كبير من الحلقات. بهيك حالة نحن بنقدر نعمل رصد لكل شرائح المجتمع عامة. هو بالفعل الموضوع غني. يعني مستعد تتبناه؟ بصراحة أنا مستعد، بس بدي أسألك، عرضته على حدا قبل يا ترى؟ لا لا يا أستاذ، هيك عم ترمينا بحجارك. يعني معقولة أنا أعرض فكري الأدبي لواحد غيرك؟ سبق وعملتها معك شي؟ أصبح خلاص أستاذ، أنا رح أتبنى المشروع ورح أموله، بس بدي منك مبدئياً 30 حلقة. أوكي أوكي، بس بدنا سلفة صغيرة تحت الحساب لو سمحت. بقول لحتى تسلمني الحلقة الأولى لأقراها؟ جاهزة، تفضل. هاي الحلقة الأولى. العم معقول؟ شو هادية؟ إيشو الدنيا فتانة؟ هاي اسمها سرقة عالمية. خير شوفي؟ لك شوفي قال، شوفي قال، اسمعي على القصة. يستعد المخرج رضوان المقصاطي لبدء عمليات التصوير لمسلسله الجديد الفانوس السحري، وهو من تأليف كاتب السيناريو سعيد الخرندعي. وتدور أحداث العمل، اسمعي، عن فانوس سحري يحرسه مار الضخم، وينتقل هذا الفانوس من شخص إلى آخر، وبالتالي تتنوع حلقات العمل حسب الأشخاص الذين يمتلكون هذا الفانوس. وعن هذا العمل يقول الكاتب الخرندعي: عجبك على الشغلة؟ لك سرقولي فكرتي وعملوها مسلسل، لك في أكثر من هيك وقاحة؟ يعني أنت متأكد إنها قصتك؟ طبعا متأكد، لك ما سمعتي الخبر بإذنك؟ إيه شو ناوي تعمل؟ شو ناوي أعمل؟ إيه بدي شرشحهم، بدي أرفع عليهم دعوة قضائية وطالبهم بتعويض مادي ومعنوي. ودخلك رح تستفيد بهالصورة؟ إلا ما أستفيد، وإذا ما استفدت بكون عملت شوية ضجة حوالين اسمي. طيب مو لتنتهي هديك الدعوة بالأول؟ ألو دعوة؟ الدعوة اللي رافعها عليك الصحفي ومتهمك بأنك لطشت زاويته الصحفية وحولتها لقصة. اي والله معك حق. لك شلون راحت عن بالي هالشغلة؟ بس ويني؟ هلأ أنا إذا ربحت الدعوة اللي رافعها على كاتب السيناريو بصير التعويض إذا ربحته من حق الصحفي إذا ربح هو الدعوة علي. مو هيك؟ وأنا كمان هيك عم قول. قولي على المشكلة. وشو العمل يعني؟ أنا بقول لك شو تعمل. هادي لشو؟ ما في غير انك تتفق انت والصحفي وتحلوا هالاشكال الصغير اللي بيناتكم وترفعوا دعوة مشتركة ضد كاتب السيناريو. يعني لازم تكونوا حلف واحد ضد كاتب السيناريو لحتى تستفيدوا. والله فكرة معقولة، بس قولتك الصحفي بيقبل يتحالف معي يا ترى؟ ليش لحتى ما يقبل؟ اخي اترك لي هالمقدمات هلأ وقل لي شو المطلوب مني. المطلوب انك تسحب الدعوة اللي رافعها ضدي، ونحن اثنين بعدين بنرفع دعوة على سعيد الخرندعي. ايه وشو رح استفيد انا من هالشغلة؟ دخلك وشو رح تستفيد اذا ربحت الدعوة اللي رافعها ضدي؟ لا تنسى اني انا شافت كاتب قصة معتر، ما رح يطلع مني شي. اما هنيك هنيك الدسم عند سعيد الخرندعي. انت بتعرف هيك نص تلفزيوني قديش بيطلع حقه؟ قديش يعني؟ 200 الف ليرة؟ 200 الف ليرة؟ يقول 400 500 الف ولا تخاف. شو الحكي؟ لكن الله وكيلك ما بزل عليك انه هاي القصة اقل شيء اقل شيء هيك سعرة. ويعني ساعتها نحن اذا طالبنا بالتعويض فبيطلع لنا 200 الف، 100 الك و100 الي، شبهه بيضروا بطنك شيء؟ لا والله حلوين يا خالد، بس شو بدنا نساوي بالدعاوي اللي رافعها ضد المطرب يلي عمل فيديو كليب والمخرج اللي ساوى برنامج منوعات من وحي الفكرة تبعي؟ خلاص هلا اتركوا ننساهم، هدول ما رح يطلع منهم شيء. بعدين هن ما دخلوا بالقصة كلها، يعني انت يلي عملت هالفكرة وكتبتها بالجريدة، بعدين انا اجيت وطورتها وساويتها قصة قصيرة، قام اجى السيد سعيد الخرندعي لطشة وعملها مسلسل تلفزيوني، مزبوط ولا لا؟ والله تمام مزبوط. اصبح خلص اخي اتفقنا، حط ايدك هون. باسمة؟ يا باسمة؟ باسمة؟ باركي لي يا باسمة. على شو بدي بارك لك؟ 100 ألف ليرة عدا ونقدا. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. بس شو القصة؟ معقول ربحت الدعوة بهالسرعة؟ ليش في دعوة بينبت فيها بهالسرعة أنت التانية؟ لكن منين هدول المصاري؟ المنتج أبو عبد البقاعي تبع المسلسل تبعنا بعت لنا ليتفاوض معنا وناول كل واحد منا 100 ألف ليرة لإيده لحتى نتنازل عن الدعوة ونكتب له تنازل عن فكرة المسلسل. إيه وتنازلتوا له عن حقكم؟ طبعا بدنا نتنازل. ايه انا ب100 ألف ليرة مو بتنازل عن فكرة المسلسل، مستعد اتنازل عن شهادتي الجامعية كلها. لك 100 ألف ليرة هدول مو ضحكة لعبة. وا
والله العظيم معك حق، يعني بأمرنا ما كنا رح نقدر نصمدهم. بعدين تعي لقلك، شو رسمان الشغلة علي؟ كلها زاوية بجريدة انكتبت بيوم واحد. مزبوط، بس بتعرف الفضل كله لبيع الحليب. أنا بيع حليبة. أما صارت لك معي نهفة يا أستاذ، شكلي بتطير ضبانات العقل، بتحط العقل بالكف، يعني بالمسلسلات ما صارت. نهفة شو؟ هذا يا أستاذ إن شاء الله تحكي لي هون على الدرج. لكن وين بدي أحكي لك أستاذ؟ لك يا منظوم هلأ 100 واحد بيسمعنا، فوت لقلك فوت. لوين؟ لجوا لك فوت لقلك حتى نفطر سوا وبتحكي لي النهفة على مهلك. حاكم أنا معجب كثير ببنات أفكارك. هلأ شو بدنا بالحكي اللي ماله نتيجة؟ عطيني من الآخر، بدك تروح ولا لا؟ يا فدوى الله يرضى عليكي، لا تضوجي علي ولا تحاكيني بهالاسلوب هاد. الموضوع مو قصة روحة وجاية، الموضوع انه وقتي ما بيسمح. طيب بس فهمني امتى وقتك بيسمح؟ صار لي اكتر من شهر عم بسمع نفس الاسطوانة. طبعا ولسه بدك تسمعيها كتير. شو يعني؟ عم تتحداني؟ لا يا روحي، شو الحكي هاد؟ معقول اتحداكي؟ بس المشكلة انك مو مقدرة طبيعة عملي وحجم المسؤوليات اللي حاملة انا. ومين قال لك اني مالي مقدرة؟ يا سيدي انا مقدرة انك مسؤول كبير وشغلك لفوق راسك، وعم تقضي معظم وقتك باستقبال وفود من المطار وتوديعه واجتماعات وجولات ميدانية وقص شرطان حريرية ومقابلات صحفية. هذا الشيء كله بعرفه وحافظته بسم، بس هذا ما بيمنعك انك تخصص ولو جزء صغير من وقتك لعائلتك. معلش حياتي، لاحقين على الالتزامات العائلية، وتأكدي بكرة بس اطلع تقاعد او بس يزحلقوني رح اقعد لك بالبيت ورح نقضيها زيارات لبيت خالتك وعمتك ومرت ابوكي. اما هلا اسف حبيبتي، بدك تعذريني، في عندي شغلات ابدا واهم بكتير. ماشي الحال، جاي اليوم على الغداء؟ يعني احتمال. وكيف بدي اعرف انا؟ حبيبتي موبايلك معك وموبايلي معي، يعني بكبسة زر بتعرفي وين احداثياتي وما رح ضيع عنك. هذا موبايلي ولا موبايلك؟ موبايلك، محلك تحفظ رنتو؟ ايوه عفوا. الو، اهلين ابو نجوى. الحمد لله ماشي الحال. شو هاد؟ قائمة الترشيحات؟ الله يصلحك، يا ريتك حكيتني قبل ما اطلع من البيت. لا لا مو من البيت عم بحكي، عم بحكي من السيارة. روح دغري يا اخي، روح دغري، شبك لا توقف على الاشارة. ايه ابو نجوى لا تاخذني، كنت عم بحكي مع الشوفير، عدم المؤاخذة. المهم عزيزي حاكيني الساعة 3 بكون رجعت على البيت. لا لا مو على رقم البيت، على الموبايل بكون احسن. وهو كذلك، الله معك، مع السلامة. فظاع على الشخص شو ملحاح، بلح كتير. تعرف راضي، يمكن أحسن ميزة للموبايل إنه الواحد صار يكذب على راحته وبدون ما حدا يكشفه. صحيح، بس كذبي أنا كذب أبيض، يعني واحد لجوج ولحوح ونقاء وحويصليته ضيقة مثل أبو نجوى بيضطرك إنك تكذبي عليه غصب عنك. يعني بسمع أبو نجوى بتعمل هيك ولا دائما؟ لا لا شو دائما، بسمع ابو نجوى وامثاله. يلا حبيبتي بدك شيء؟ لا سلامتك. يا ابو عدنان. نعم استاذ. الله يرضى عليك، جهز لي السياره. ايه على عيني براسي. يلا خاطرك. الله معك. بالعكس يا اخي مو مشكله منوب، بس الله يصلحك يا ريتك حكيتني قبل ما اروح لعند السيد الوزير. طبعا طبعا انا هلا صرت بالوزاره وفايت لعند السيد الوزير. السيد الوزير بمكتبه. طيب 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 شكرا. يا عزيزي بحكي معك بس اطلع من عند سيادته. ايه ايه وهو كذلك. الله معك حبيبي، مع السلامه. على الوزاره استاذ؟ لا لا، مين جاب لك سيره الوزاره؟ خدني على مكتبي. حاضر استاذ. ايه يا امل، شو في عندي كمان؟
استاذ عندك اليوم اجتماع لجنة المشتريات وفي عندك اجتماع. خلص خلص، مو جاي على بالي احضر اجتماعات اليوم. يعني الغي لك مواعيدك اليوم استاذ؟ لا 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 تلغي شيء، تصرفي من عندك. ليلى وجعه راسه ومغصه بطنه طلبوا حدا من المسؤولين هيك شيء. ولا يهمك استاذ. بتريد شيء ثاني؟ لحظة. الو نعم. اهلين علاء. تمام ماشي الحال. كيف؟ مين بدك تبعت لي؟ اهلا وسهلا، بس يا ريت حكيتني قبل شوي. لا هلا طلعت من شوي. ايه رايح على القياده. لا تنزل من النفق يا اخي، لا تنزل من النفق، مارك شايف العجقه؟ اوف. ايه علاء، كنت عم بحكي مع الشوفير. شو رايك تبعت لي هالشخص بكره؟ ايه طبعا طبعا، هلا بسجل اسمه. مو هلا، قصدي بكره الصبح بذكر السكرتيره. على كل حال انت اعمل لي رني على الموبايل وذكرني، مو شرط تحكي، اترك لي مست كول وانا بتذكر. اوكي علاء، اهلين، الله معك. العمى بقلبك ما غلطك. اوكي امل، بايش كنا عم نحكي؟ استاذ حضرتك قلت لي انتظري لحظة. ايه تذكرت، انا هلا نازل، إذا طلبني حدا مهم على المكتب اعملي لي مست كول من عندك. حاضر استاذ. اتفضلي على شغلك. أنا هالمقترحات كلها مالي موافق عليها، وبصراحة الخطة كلها بدها إعادة صياغة من جديد. إيه لكان اشتغلوا شوي يا أخي، اشتغلوا شوي الحكي هذا. ألو. أهلين فدوى، أهلين. إي والله مشغول، عندي اجتماع. طيب عزيزتي حكيني بعد ساعة، يا أما عملي لي مست كول وأنا برجع بحكي معك. الله معك، مع السلامة. يا لطيف يا سهام، لو تعرفي قديش اشتقت لك. ما بصدقك. بزعل منك. كان شو ما بصدقك، لازم تصدقي. بتعرفي اني لغيت 3 اجتماعات مشان اجي اشوفك؟ عن جد؟ اذا بدك اسالي السكرتيرة اما. لا لا خلص صدقتك. شو هاد؟ مسجلة صغيرة. وليش حطيتها هون؟ شو بدك تسجل لي صوتي؟ لا حبيبتي، بس هي لها استعمال تاني. استعمال شو؟ ما فهمت عليك. هي مشان المؤثرات الصوتية. كمان ما فهمت عليك. خلاص لا تفكري فيها، انسيها. ليلي هلا اشتقتي لي؟ بلا اشتقت لك. قديش يعني؟ هلا رد على موبايلك. هي مرتي، هلا وقتها؟ الو؟ نعم. اهلين حبيبتي، اهلين. نعم؟ شو عم تقولي؟ في عندي صوت ضوجة؟ ايه طبعا الحق معك، لاني عم بحكي من المطار انا. ايه ايه. الو سمعتيني؟ اضطريت اطلع استقبل الوفد الصيني. والله ما بعرف امتى بتصل طيارتهم، بس المفروض تصل بعد نص ساعة. ما بعرف يمكن تتأخر شوي او. اوكي حياتي اوكي، بس اطلع من المطار بحكي معك. اورفوار، مع السلامه. يا امي ما اواك، هلا حاطت المسجله هون مشان صوت المطار؟ لا مو بس مشان صوت المطار، هذا شريط في كل شيء، يعني كل كذبه في لها فتوى هون بالمسجله. شو اسمه شريط مؤثرات صوتيه لكان؟ لا تكون بتعمل معي هيك لما بحكي معك على الموبايل. لا حياتي، معقولة أعمل معك هيك شيء؟ تصوري. إيه بعمل هالشيء مع كل الناس إلا أنتي. حبيبتي أنتي لسه. أبو نجوى، هلا وقته هو الثاني. أهلين أبو نجوى. كيفها؟ شو أخبارها؟ لا والله مو من المكتب عم بحكي. من المعمل. إيه مريت شوي لأطمن على الإنتاج. يعني بدي شي ساعة ونص حتى أخلص جولتي. لا والله عندي 50 مشكلة بدي حلها. وهو كذلك. بخلص وبحكي معك. يا أما وينك؟ أنت اعمل لي مست كول. أوكي. أوكي عزيزي. الله معك، مع السلامة. بتعرفي يا سهام؟ يمكن أكثر جهاز مزعج اخترعه الإنسان هو الموبايل. لك يخرب بيته، شو سائل وبيضرب على العصب؟ يخرب بيته.
إذا كان هيك بده يرن لي على الطالعة والنازلة، بالفعل ثقيل. العمى شو هاد؟ ما بيهدى لا ليل ولا نهار، وأريدها تقرضه إن شاء الله. الله وكيلك يا سهام، في أيام بيجي على بالي إلحشه بالأرض وإدعس فوقه وإكسره. طيب ريح حالك منه وطفيه وانتهت القصة. على هوا يا ريت بقدر اطفيه، ما المصيبة هون، يعني نحن ما عاد فينا نستغني عنه ولا لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا علاء، ردي أنت واعملي حالك السكرتيرة أمل. شو بدي أقول له؟ ليلو الأستاذ راضي بالاجتماع وترك موبايله معي. ألو، مين معي بالله؟ أهلا وسهلا. لا والله أنا مو المدام، أنا أمل السكرتيرة. لا والله الأستاذ راضي بالاجتماع وتارك موبايله برا، بتحب بلغه شي؟ طيب على عيني، بس يطلع بقول له. الله معك، مع السلامة. شو قال لك علاء؟ قال لي بس تخلص اجتماع اعمل له مسكول. مسكول؟ وإمتى رجعتوا من المطار؟ ايه ضلينا شي ساعتين بعد ما حكيتيني، لانه تاخرت الطياره تبع الوفد الياباني كثير. قصدك الصيني؟ ايه صيني. قلت الياباني مو زلت لسان. عم اقول لك هالصينيين مواعيدهم مفشكله مثل العرب فرد شكل. ليش هن شو دخلهم؟ اذا الطياره تاخرت ما بيكون الحق عليهم، بيكون الحق على الطياره، الا اذا كانوا جايين على طياره صينيه. طبعا على طيارة صينية جايين، لكن على طيارة يابانية تصوري. هذا هاشم المالح، خدي ليلو مو هون، انا بالحمام. الو، اهلين سيد هاشم. لا والله راضي بالحمام، بيعتذر منك كثير. طيب ماشي على عيني. في شي تاني؟ لا ابدا، هذا كل شي. فوت لك باقي البريد استاذ؟ لا لا، كفاها الله اليوم، عندي مشوار ضروري. هلا نازل؟ ايه هلا. بس عندك اليوم اجتماع مجلس اداره. مو مشكله، خليوني اجلوه لبكره. حاضر استاذ. واذا حدا سال عني وين انا؟ عامل جوله ميدانيه. برافو عليك، احسنتي. بتريد شي تاني استاذ؟ لا يعطيك العافيه، انصرفي لشغلك. ألو، مرحبا هيفا. لا مو أول مرة، لا صدفة مرات كثيرة، بس بتعرفي يعني يا لطيفي هيفا شو اشتقت لك بهالأيام. ما بصدق. لا بزعل منك. ها شو ما بتصدقي، لازم تصدقي. طيب شو رأيك إني لغيت ثلاث اجتماعات بس مشان أجي أشوفك؟ عن جد عم تحكي؟ إذا مو مصدقة اسألي السكرتيرة أمل. لا خلص صدقتك. شو هاي؟ احتياطات لابد منها. ما فهمت. هلا بتفهمي بعد شوي، مو مشكلة هيفا. بس بتعرفي والله إنه اشتقت لك، ما اشتقتي لي أنتِ؟ سيادة المفتش العام هون بالمؤسسة. شو هالحكي؟ يا الله. أهلين أهلين أستاذ. تفضل 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 أستاذ. وين الأستاذ راضي؟ الأستاذ راضي طلع جولة ميدانية. معك موبايله؟ طبعا. ليكو مكتوب هون على الكرت.
شكرا. الو استاذ راضي. ايوه مين معي؟ احترام يا سيدنا. الحمد لله تمام سيدي. الله يخلينا اياكم يا سيدي ويطول عمركم. منين عم تحكي؟ من مكتبي سيدنا، من مكتبي. يعني هلا انت بمكتبك؟ طبعا سيدنا طبعا. طيب ماشي الحال، انتظرني بمكتبك، انا 10 دقائق وبكون عندك. 10 دقائق؟ بتشرفونا سيدنا، اهلا وسهلا فيكم. خير شوفي. يا روحي عمي يا. احترامي سيدي، اهلا وسهلا شرفتمونا. يا اهلا وسهلا مرحبا. الحقيقه يا سيدي انا كنت تحت فوق مع جنب عامل جوله سيدي. عفوا سيدي شوي. هي استقالتك يا راضي، وقع عليها. استقالتي انا سيدنا؟ وقع عليها اذا بتريد. ليش سيدنا؟ بدل مني شيء لا سمح الله؟ طبعا يا راضي، انت مؤتمن على مصالح المواطنين وحالف يمين على الصدق والاستقامه، واللي بيكذب كذبه صغيره مثل هي ممكن يكذب بكل شيء وما بيستحق منصبه. وقع. يضرب الموبايل شو بزل.